ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. دكتور رشيد، شو صوت الأرض هذا اللي عندك في الاستوديو؟ والله باكل جزر، والله هالجزر زاكي يا مساد، عن جد الجزر ممتاز تعرف. يعني أنت بتوكل جزر، شلحت النظارات عشان تأول نظر؟ ما فهمت. والله تعرف هاي معلومة كتير منيحة بدي أحكيها اليوم على الجزر، وزي ما بيحكوا الناس الجزر بأول نظر. خليني أحكي لك، ولا خلي الجزر معي، خليني أحكي لك على الجزر. الجزر فيه مادة البيتا كاروتين. مادة البيتا كاروتين كتير مهمة للشبكية اللي موجودة في عينينا، خصوصا بالسن المبكرة، سن الأطفال والبالغين اللي ببلغوا قاعدين، عشان تتكون هاي الشبكية اللي موجودة، لأنه البيتا كاروتين بتحول لفيتامين إي، وهذا كتير مهم الفيتامين إي عشان يوصل المعلومات اللي إحنا بنشوفها زي ما أنا شايفكو هيك على الكاميرا لدماغي، وأحس بالأشياء وأشوف الأشياء. فمهم جدا موضوع البيتا كاروتين والفيتامين إي للنظر. ولكن السؤال المهم اللي سألتني يا مساد، فعلا الجزر بأول نظر؟ هلأ افرض أنا النظر عندي ممتاز، قد ما أكلت جزر زيادة، بما أنه الليفل أو مستوى البيتا كاروتين والفيتامين إي عندي موجود، مش راح يتغير النظر تبعي، فبالتالي بوصل لمرحلة الإشباع. يعني قد ما أكل جزر مش راح يتغير قوة النظر تبعتي. هل فعلا الجزر الوحيد اللي فيه مادة البيتا كاروتين؟ لا، تصدق يا مساد أنه الفراعنة كانوا يأخذوا كبدة الماعز ويحصروا كبدة الماعز ويحطوهم بعينيها، وبعدين اكتشفنا أنه هاي فعلا كبدة الماعز بتحتوي على مادة البيتا كاروتين. فكان الناس اللي كانت ما بتشوف أيام الفراعنة يحطوا كبدة الماعز بعينيهم. وبعدين في الحرب العالمية الأولى والثانية في صارت كتير دراسات، تعرف عمين الدراسات أجروها على الستات الحوامل، الستات الحوامل اللي عندهم إشي بيسموه نايت بلايندس، يعني بيشوفوش بالليل منيح، بتعرف صاروا يعطوهم أكثر من مادة، أعطوهم إشي مثل الرز، إشي مثل البيتا كاروتين اللي هو الجزر، أعطوهم مثل الكبدة، كبدة الماعز، وشافوا مين تغير النظر تبعه. لقوا انه بكل هالأطعمة هاي اللي موجودة اللي أكلوها كلهم تحسن النظر تبعهم، لأنه بيحتوي الأكل هذا على مادة البيتا كاروتين اللي موجودة في الجزر. ولكن الجزر كان أكثرهم. ولكن إذا أنا ما بحب الجزر لأي سبب من الأسباب، مش مشكلة، في مأكولات كتيرة فيها جزر، فيها عفوا بيتا كاروتين وفيتامين A غير الجزر. فبالتالي اللي معلومة اللي بدي أحكي لكم إياها، إنه نعم الجزر بيقوي النظر بسبب احتوائه على مادة البيتا كاروتين، ولكن مش معنى إنه أكل كتير جزر إذا ما بحبه، في أشياء كتير ممكن أكلها. بتمنى إنكم تكونوا استفدتوا من المعلومة هاي عن موضوع الجزر. منتابع معاكم باقي فقرات الأطباء السبعة.